وذكر خليك واقف مكانك، هوصل لغاية أول الشارع أجيب حملة تكسر دماغك، لو ذكر عايز أرجع عليك واقف مكانك. على فكرة أنت شتمتني بأمي، وأمي ست كبيرة. يا عم هعديها لك يا عم، بس ما ينفعش الكلام ده، لينا قعدة مع بعضينا، لينا قعدة كبيرة أوي على فكرة. أقول لك يا شارون، أنت فين يا شارون؟ أنا معايا عركة كبيرة جدا، تعالالي بسرعة. على القهوة بتشرب شاي؟ يا عم بقول لك معايا عركة كبيرة، تعالى لي بسرعة وربنا هجيب رقبة على الأرض، وربنا هطرطق، هتلاقي الدنيا مطرطش دم لما تيجي، ما تتأخرش عليا. غلط ده قلم من قدامك أنا هقولها لك، هلا غلط ده هظرفها لك في وشك، هلا غرف ده أنا هتكلم هرشقها لك، مش هموتك، هفرتك دماغك، غرف ده من قدامي، أنا مجنون. على فكرة زميلي احنا كبار مش حمل فرادة والكلام ده، انت منين يا زميلي؟ احنا هنا كل يوم قاعدين، لو احتجت حاجة مع بعضينا، يعني احنا كلنا مع بعضينا، احنا ولاد منطقة واحدة وجهة واحدة، مش هينفع يعني نشد مع بعضينا وكده، نقل من بعض في الشارع، الناس تقول علينا ايه؟ حبيبي لو احتجت اي حاجة قاعدين هنا موجودين على طول، حبيبي حبيبي.